أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. আমার তো মনে হচ্ছে বাংলাদেশে আরেক আব্দুল্লাহ জোহানি জন্ম হইলো, তাই না? সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ما شاء الله. بارك الله فيك وبارك الله في تلاوتك وبارك الله في حياتك.